السادة أعضاء هيئة التدريس، أهلا وسهلا بحضراتكم في كيفية الدخول على المودل ورفع ملف. أولا تقوم حضرتك بالدخول على موقع vc.mans.edu.eg، ثم الدخول على الكلية الخاصة بك، إدخال اليوزر نيم والباسورد، الدخول على الكورسز. هتلاقي الكلية الخاصة بحضرتك والمقررات الخاصة بحضرتك فقط. هتدخل على المقرر الخاص بحضرتك، ثم تقوم بالضغط على Turn Editing On، ثم Add an Activity or Resource. تعمل سكرول لحد تحت خالص، هتلاقي ملف ثم Add، وإضافة اسم للملف وليكن المحاضرة الأولى، ثم النزول حتى Select Files واختيار ملف، ثم رفع الملف الذي تم إنتاجه مسبقا، الضغط على Upload this file، تم رفع الملف، الضغط على Save and Return to Course، هنلاقي الملف تم إدخاله عندنا. شكراً.